على قدر أهل العزم تأتي العزائم، همته العالية وسعيه الدؤوب في طلب المعرفة وغزارة إنتاجه أدهشت الغرب والمستشرقين ليصير عندهم هيرودوت المسلمين ويقدمه الزمان إماما للمؤرخين. أرنست رينان وهو أحد الفلاسفة الفرنسيين افتتن به لما ذكره من معلومات غزيرة في كتبه ومؤلفاته، ولابد أنه قد اطلع عليها. غوستاف ليبون وهو أحد المستشرقين الفرنسيين أيضا قال عنه إنه هيرودوت المسلمين. معظم المؤرخين الأوروبيين قرأوا عن الحضارة العربية الإسلامية للمسعودي وقالوا إنه بيلينوس المسلمين. إذا أردنا أن نعرف شيئا عن المسعودي فهو علي ابن الحسن ابن علي المسعودي، وكنيته أبو الحسن ولقبه قطب الدين، وهو من ذرية عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان قد ذهب إلى العراق وإلى بغداد في أعقاب أو في فترة زمنية التي كان فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قد سمح للصحابة بأن يخرجوا من المدينة المنورة. فخرج عبد الله بن مسعود إلى العراق، وهناك التف حوله أهل العراق يسمعون منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المسعودي ذكر في كتابه مروج الذهب أنه ولد في بغداد. المعروف أنه هو اتولد وعاش في بغداد في الجزء الأخير من القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي. بعض الناس بعض الروايات الأخرى قالت إن هو ولد في غير بغداد، يعني عبد الله بن النديم في الفهرس بيقول إنه ولد في المغرب. لا، هو طبعا إحنا نأخذ الرواية الأصح كما ذكرها المسعودي نفسه أنه ولد في بغداد. وبغداد كانت العاصمة الثقافية الأولى للعالم بلا منافس، مش في العالم الإسلامي بس، لأنها مقر خلافة والخلفاء غاية الخليفة المأمون من أهل العلم ورعاة العلم. وأصبحت ذرية عبد الله بن مسعود تحظى بنفس الاهتمام وتحظى بنفس التقدير، ولكنها كانت أسرة لم تنخرط في الأحداث السياسية التي كانت موجودة في ذلك العصر. بغداد في هذه الفترة كانت فيها اضطرابات كثيرة. المعروف أن العصر العباسي الثاني عصر حدثت فيه ضعف شديد جدا للخلافة العباسية، فيه صراع بين العنصر التركي وبين الخلافة، أصبح الخليفة لا حول له ولا قوة. فاضطرت المسعودي أن يترك هذه الاضطرابات بدافع محاولة الفرار من الاضطرابات، هذا من ناحية، إلى جانب الأهداف المعرفية والعلمية. يشد الرحال لطلب العلم، فالرحلة بهذا الشكل كويس. يضاف إليها بقى إنه في الرحلة باستمرار كانت مبادرة فردية في ذلك الزمان. أي عبقري لا يمكن أن يعيش في صحراء مادية ما يعرفش لا يفيد ولا يستفيد. العبقري لكي يزدهر لابد أن يعيش برفقة عباقرة آخرين في مجالات أخرى في العلم. المسعودي كان نموذجا لهذا. من المفارقات الغريبة في الأمر أنه على الرغم من هذا الضعف السياسي في الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني، إلا أن العصر شهد تقدما علميا كبيرا جدا. هذه الفترة مهمة جدا في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية لعدة أسباب. السبب الأول أن الشعوب التي دخلت الإسلام في المنطقة وكلها شعوب عريقة، يعني زي أجزاء من الهند، الإيرانيين أو الفرس، الشعوب اللي موجودة في منطقة العراق والشام ومصر، كلها شعوب ذات حضارات قديمة، والتراث اليوناني حتى كان هو تراث
مصري وشامي بس مكتوب باللغة اليونانية لأن كانت هي لغة الثقافة والعلم في ذلك الحين، إنما لم يكن تراثا يونانيا خالصا، ده تراث مثلا دولة الإسكندرية القديمة وهكذا. التوليفة دي خرجت اللي احنا بنسميه يعني في تاريخ الحضارات الحضارة العربية الإسلامية أو في تاريخ الثقافات الثقافة العربية الإسلامية. هو ولد في هذا الجو وبدأ العلم يعني يتكلم عربي، وبدأ العالم أيضا يتكلم العربي. الفترة دي ظهر فيها إسهامات كثيرة جدا، كان واحد من المستفيدين منها ومن المسهمين فيها هو المسعودي. له إنجازات علمية كبيرة جدا، من أهم هذه الإنجازات العلمية كثير منها الحقيقة تاه ومش موجود النهاردة وضاع، والكثير من الإنجازات العلمية موجودة بين أيدينا. نجد أنه تعلم العلوم اللغوية والعلوم الدينية، كان يعرف الروسية مثلا من ضمن اللغات اللي يعرفها، وده شيء مذهل، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم مجموعة من اللغات ساهمت كثيرا في تكوينه العلمي، كاللغة الهندية، اللغة الفارسية، اللغة اليونانية، اللغة السوريانية، وده انعكس على آرائه. مجموعة هذه اللغات هي التي ساعدته في رحلاته العلمية التي قام بها بعد ذلك في أوائل القرن الرابع الهجري. الكلام عن المسعودي باعتباره مؤرخ بس يعني في قدر من يعني التساهل. هو الحقيقة المسعودي مثل الكثير من الدارسين المسلمين في هذه الفترة، القرون، القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الميلادي، كانوا كتاب موسوعيين. المسعودي ما كانش بيكتب تاريخ برضو، يعني لما اجي اشوف اهم كتبه واشهر كتبه اللي هو مروج الذهب ومعادن الجوهر، او اشوف التنبيه والاشراف، بتبص تلاقيه بيبدا بالافلاك وبيتكلم عن قياس الارض، بيتكلم عن الخطوط، خطوط الطول والعرض ومواقع البلدان، كويس، وبعدين يجيب لك تاريخ الخليقه من الاول خالص مرورا بالشعوب اللي هو يعرفها، يعني عن تواريخ الفرس وتواريخ الهند وتواريخ القبط. يعني لم يكن لهم برانش أو فرع واحد من المعرفة، فكانوا يكتبون في الجغرافيا، وكانوا يكتبون في التاريخ، وكانوا يكتبون في الديانات، وكانوا يكتبون في الملل والنحل، وكانوا يكتبون في حتى في تفسير القرآن الكريم وفي السنة، علوم السنة. فالمسعودي كان واحدا من هؤلاء، قد درس تقريبا كل علوم الجغرافيا، وأقول وبصدق أنه فعلا ألم بها جميعا، ولكنه لم يسميها باسمها. فالعصر الحديث قمنا نحن الجغرافيين بتقسيم هذه التقسيمات التي وضعها هو ولم يسميها، مثل الجغرافيا الإقليمية. يعني هو زار طبعا المناطق المحيطة بالعراق شرقا وغربا، لف فارس وأجزاء من الهند وجزر المحيط الهندي تقريبا كلها، وراح لأصقاع يعني البطن الاتحاد السوفيتي الحالي اللي هو فوق إيران الحالية وحدود تركيا الحالية، ثم يعني استقر به المقام أخيرا في فسطاط مصر اللي كانت العاصمة حتى ذلك الحين. يعني عندما ذهب مثلا عندما ذهب إلى روسيا فوجد أن هناك البحر الأسود، هو له اسم بحر نيطش يعني سماه في كتابه البحر الأسود، ثم مضيق الدردنيل والبسفور الذي يفصل ما بين البحر الأسود وبين بحر الروم
اللي هو البحر الأبيض، اللي هو البحر الأبيض المتوسط، بدأ يصف هذا، يصف البحار ويصف المحيطات ويصف ويقول أن الأصل ما بين البحر الأسود والبحر المتوسط الأصل أنهم بحر واحد ومتصل، لأن مضيق الدردنيل والبسفور يصل بينهما، وهكذا يعني كان جغرافيا. التاريخ كان في بدايته جغرافيا، إذا مسرح التاريخ كان في بدايته جغرافيا، هو اتبع هذا وسنه في كتبه وفي مشاهداته كلها، وبالتالي يعتبر من الأوائل الذين أعطوا علم الجغرافيا قيمته وأهميته بترحاله وجديته ودقته وعنايته الفائقة. وكان فلكيا، وقام بدراسة الغلاف الهوائي، إذا كان برضو عالما في الجغرافيا المناخية، وهو أيضا من علماء البيئة اللي بيسموها النهاردة الإيكولوجي، لأنه ربط البيئة بالأخلاق الناس، ربط البيئة بصياغة النظم الاجتماعية، ربط البيئة. وطبعا نقصد البيئة هنا إيه؟ كل ما يحيط بالإنسان من بيئة جغرافية، بيئة مادية، جبال، محيطات، هضاب، مناخ، حيوان، نبات. هنا هو بيدي ملخصات، يعني نوع من الخطوط العريضة حوالين الفترة. ما أقدرش أنا أقارن المسعودي بالطبري، لا نستطيع أن نقول أن المسعودي عالم الاجتماع بالمعنى الاصطلاحي لعالم الاجتماع، لأن الذي أسس علم الاجتماع من حيث الموضوع ومن حيث المنهج أتى بعده بحوالي 300 سنة، وهو عبد الرحمن بن خلدون. الطبري كان مؤرخا ودخل إلى باب التاريخ من باب علم الحديث والتفسير. المسعودي كان رحالة. تركت مؤلفاته من بعده المتخصصين في حيرة شديدة، أيدعونه مؤرخا أم جغرافيا أم فلكيا أم رحالة؟ فموسوعية ذلك السائح في رياض العالم جعلت الفصل في مسألة كهذه أمرا في غاية الصعوبة. قيمة المسعودي الحقيقة قيمة كبرى كرحالة، أدب الرحلات. المسعودي مش بس كتب تاريخ، المسعودي يعني كتب حاجات كتيرة جدا. أدب الرحلات هو أن الإنسان يعني يجوب البلاد، يصف ثقافات شعوب التي يعيش فيها، ويثق يصف أيضا النظم الاجتماعية التي تسود، نظام الاقتصادي، كيف كان الزراعة، كيف كانت التجارة، كيف كانت الصناعة، كيف كان التبادل الاقتصادي، كيف كان الأسرة، نظام الأسرة، العلاقة بين الآباء والأبناء، ملامح السكان، الأصول العرقية للسكان، العادات والتقاليد والقيم التي كانت تسود في هذه البلاد التي كان يجوبها الرحالة. ودلف يعني إلى ميدان علم التاريخ من باب الرغبة في الإلمام بكل شيء. وضع المسعودي لمنهجه في الكتابة التاريخية مقدمات، وهذه المقدمات رعاها في كتابته التاريخية. أول حاجة أنه جمع بين التاريخ والجغرافيا والفلك، باعتبار أن الفلك له علاقة كبيرة بالإنسان أو بحياة الإنسان، ولذلك يعتبر المسعودي أول من فكر في الكتابة التاريخية بهذا المفهوم. هو في كذا نوع من أنماط الكتابة التاريخية عند المسلمين، منهم الحوليات اللي يقطع ويقولك ثم دخلت سنة كذا وكذا ويكمل زي الطبري وغيره، بمعنى أن المؤرخ كان يكتب أحداث كل سنة، ثم إذا انتهى من السنة فإنه يكتب السنة التي تليها. ورأى المسعودي أن هذا يقطع ويمزق الحادثة التاريخية، فمن يريد أن يعود أو يرجع إلى حادثة تاريخية فإنه لابد أن يرجع إلى عدد كبير من السنين، وربما ضاعت منه بعض المعلومات. ومنهم اللي ياخد حدث واحد ويعمله زي ما نقول إحنا رسالة،
في موضوع معين يهم الناس. منهج المسعودي كان منهج الوصف والسرد فقط. يحسب له أنه لم يتوقف عند حدود ما كان يفعله المؤرخين من سابقين، من أنهم يجمعوا أخبار الملوك والأنبياء والرسل، ولكن الرجل كان شديد الاهتمام بالحياة الشعبية في كل مكان بيروحه. كان حريصا على رصد الخرافات والأساطير في كتاباته التاريخية، وهذه الخرافات والأساطير كانت عنده من الأهمية بمكان، على الرغم أن البعض يتهم بأنه يحشد هذه الخرافات في كتاباته. النهاردة كلامنا اللي بنكتبه ونحن ندعي الموضوعية يخلو من الخرافة؟ لا. يخلو من الخيال؟ لا. يخلو من الانحياز؟ لا. المسعودي يعني كان دقيقا، وعبد الرحمن بن خلدون أشاد به، قال أنه من أعظم علماء العصر. عبد الرحمن بن خلدون جاء بعده ب300 سنة تقريبا، لكن كانت هناك روايات كاذبة نبه إليها عبد الرحمن بن خلدون. أخذ ابن خلدون على المسعودي بعض الأمور، يعني مثلا لما المسعودي بيكلم عن أنه عدد اليهود، أن موسى عليه السلام أحصى اليهود في التيه فوجد أنهم يزيدوا عن 600,000 نسمة، بالطبع لم يكن هذا كلاما دقيقا، لأنه ابن خلدون قاعد يراجع، يعني 600,000 نسمة عدد اليهود في هذه الفترة، هذا غير معقول بالنسبة لتعدادات الشعوب وبالنسبة لتكوينات الجيوش وغيره. ولكن هو يعلم أن هذه الخرافات وهذه الأساطير لها قدر من الحقيقة التاريخية، لذلك هو كان حريص على رصد هذه الخرافات. وصف نوع من السمك وقال أن هذا السمك يبلغ مثلا 100 ذراع ويسمى الأفال في المحيط الهندي، وقعد يوصف فيه، هو يصف يذكر أنه سمك ولكن بالحقيقة هو الحوت. وأيضا باعتبار أن هذه الخرافات جزء من حياة الإنسان، وهي ما نسميه الآن علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا اللي اهتم بها في النصف الثاني من القرن العشرين. الأنثروبولوجي باختصار هو علم الإنسان، أنثروبوس الإنسان وأولوجي علم، بمعنى أنه العلم اللي بيهتم بدراسة كل ما يتعلق بالإنسان، سواء من النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو حتى الجسدية. المسعودي أكد على أننا إذا أردنا أن نكتب عن شعب من الشعوب فلا بد وأن نذهب لنعيش فيه، ودي قضية مهمة جدا في الأنثروبولوجي، لأن من تقاليد الأنثروبولوجيا اليوم أن لا بد أن تذهبي لمدة وتعيشي داخل المجتمع لمدة سنة على الأقل، وفي ناس عاشوا 12 سنة، ولا بد أن تتعلمي لغة الشعوب، ولا بد أن تتزيي بزي الشعب حتى لا تصبحي غريبة. المبدأ ده، هذا المبدأ أرساه المسعودي، ولذلك هذا الرجل يعتبر إمام المؤرخين فعلا. كان لديه الحضور التاريخي، الحضور التاريخي بمعنى أنه إذا كانت هناك حادثة وتشابه حادثة في مكان آخر فإنه كان ينبه إلى ذلك. مثلا الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني دولة ضعيفة وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف، نجد يقارن بينها وبين ما حدث لدولة الإسكندر بعد وفاته، هذا نسميه الحضور التاريخي. فكانت لديه حضور تاريخي دائما يعني يؤكد على أن عمله عمل متكامل. هذا التراث الثقافي المجموع بواسطة الرحالة أو الجغرافيين أو المؤرخين أعيد الاستفادة منه بعد ذلك بهذا الشكل. الحقيقة هو رائد من رواد الأنثروبولوجيا الحديثة، ورائد من رواد الإثنولوجيا، ورائد من رواد علم الاجتماع، ورائد من رواد منهج مهم في الدراسات الاجتماعية، هو منهج المعايشة
الدراسة الحقلية اللي احنا بنسميه الفيلد ستادي او الفيلد ورك، ان احنا نذهب الى المجتمع نعيش فيه. يعني 25 سنة بيتجول وبينتقل من ما بين فارس والهند والشام ومصر وكل المناطق التي اتيحت له زارها. كان المسعودي يهتم برصد حياة العامة، وهذا شيء جديد في الكتابة التاريخية. وكان رجلا يمثل وحدة المعرفة عند المسلمين. ويذكر له أنه أول من كتب عن أو أشار إلى حكاية ألف ليلة وليلة، يعني لم يرد ذكر لحكاية ألف ليلة وليلة قبل المسعودي، وهو ذكرها تحت تسمية هزار إفسانة. هزار إفسانة يعني ترجمها من الفارسية بمعنى ألف خرافة. ولد بغداديا وانتهى فسطاطيا زي ما بيقولوا، ينتهي انه يقعد في الفسطاط لغايه ما يموت فيها ويالف فيها يعني اخر كتبه. ومصر في ذلك الوقت او في هذا التوقيت كان يصل اليها دعاة الشيعة الفاطميين ومعهم الاموال يبذلونها للناس لنشر الفكر الشيعي. هو واضح في دراسات المسعودي أنه كان متبنيا للشيعة الإمامية، ويعني هذه القضية هو لم يكن متعصبا بل بالعكس. الكلام ده اتقال عن المسعودي، واتقال أيضا كلام آخر عن أنه شيعي، وأنا شايف أنه دي مسألة ملهاش علاقة، يعني حكاية أنه شيعي ومش شيعي ملهاش علاقة بالعلم، لأنه دي يعني مسائل عقيدية مذهبية، احنا بنتكلم على علم الرجل. حكاية انه له علاقة بإخوان الصفا دي مسألة انا استبعدها تماما لسبب بسيط جدا، ان المسعودي في كتبه المتاحة لنا في المقدمات يعني عارفة بيهتم قوي بنفسه، بيهتم قوي بانه يقول انا عملت ايه، ويشير الى كل اللي عمله. مش بس كده، ده بيجي في كتاب مثلا زي مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيقول واي حد يقرا الكتاب ده ويمد ايده فيه ويغير فيه حاجه ربنا هيعمل فيه ويسوي و و و. اتراه تاثر بهذه الجماعه ام انه احد اعضائها؟ لعل المصادفه جمعت بينهما في عصر واحد، هذا سمته واسلوبه في الكتابه. المسعودي اتصف كما ذكرنا بالموضوعية في الحكم على ما يتعلق بالشعوب وغيرهم، وهذا أداه في رحلاته التي قام بها إلى أن يلتقي بأصحاب الديانات الأخرى، فالتقى بالنصارى والتقى باليهود والتقى بأصحاب الديانات الكبرى في الهند، وتعرف على ديانتهم وحاورهم فيما يسمى او ما نسميه بحوار الاديان. وكان يؤكد دائما ان الحوار يعني بين الناس يجب الا يكون فيه قدر من التعصب، انما هو في حوار ثقافات، والدين جزء مكون اساسي في الثقافات للتعرف على الاخر. عندما يعني اهل الديانات والملل والنحل يتكلموا مع بعض، يعني عندما يتقابل السنه مع الشيعه مثلا وهم مسلمون، عندما يتقابل المسلمون مع المسيحيون مع المسيحيين، عندما يتقابل المسلمون مع اليهود مع البوذيين مع الهندوسيين، يتحاوروا. وديننا يعلمنا ذلك، نتحاور في ماذا؟ نتحاور على المشتركات الثقافية، نحن نعيش في عالم واحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعرفوا يعني تتعاونوا. ولذلك منهج المسعودي ومنهجنا أيضا في قضية الحوار أننا لا 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 نمس قضية العقائد، ولا يدعي أحد منا إطلاقا، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا هندوسي يدعي أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الخالق.